السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهارده يا ولاد هنخلص مع بعض على خير الوحدة التاسعة يونت 9، هناخد بإذن الله ليسنز 5 اند 6. إن شاء الله بإذن الله يبقوا درسين سهلين جدا جدا، ما فيهمش أي مشاكل. بس في البداية أتمنى لو لسه ما نورتنيش واشتركت معايا في القناة، دوس دلوقتي على سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو علشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد أنزله. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة دعوة معناها invitation، 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 دعوة. على فكرة يا ولاد لو شلنا ال A-T-I-O-N وحطينا E بقت invite يدعو، وهناخدها كمان شوية في الأفعال، يبقى invite يدعو، invitation دعوة، يبقى invite يدعو، invitation دعوة، invitation دعوة، invite يدعو، invitation دعوة. معلومات information، information، information. ضيف يعني guest، ضيف يعني guest، ضيف يعني guest. حفلة عيد الميلاد birthday party، birthday party، birthday party، أو ممكن نقولها party، birthday party. missing معناها مفقودة، missing مفقودة، ودي تعتبر صفة خلوا بالكم، missing مفقودة، missing مفقودة. address عنوان، address عنوان، address عنوان. لو شلنا ايه دي بقى dress فستان، address عنوان، dress فستان. قائمة معناها list، قائمة list، قائمة list. يوم رياضي sports day، sports day، sports day، sports day. على فكرة هنا sports مش جاية بمعنى رياضة، هي هنا جاية كصفة بمعنى رياضي، يبقى sports day يوم رياضي. طريق يعني road، طريق road، طريق road. كل الفصل the whole class، the whole class، the whole class. كل الفصل the whole class. الكراسي الموسيقية خدناها musical chairs، musical chairs. ألعاب برضو خدناها games، games. طيب تصريفات الأفعال يا ولاد، يدعو invite، الماضي invited، زودنا دي لأن الفعل عندي already أخره letter E، invite invited. celebrate أخدناها 5000 مرة، celebrate يحتفل، celebrated احتفل، زودنا برضو دي بس. يتذكر خدناها قبل كده remember، remember، الماضي remembered، زودنا ed remembered. يتمنى hope، يتمنى hope، الماضي hoped، زودنا دي بس لان الفعل already اخره letter e. prepare يجهز، prepare يجهز، الماضي prepared، prepare prepared، prepare prepared. تصريفات بقى الشاذة come came، وcome معناها يأتي، come came. wear wore، wear wore، wear معناها يرتدي، الماضي wore. bring يحضر، الماضي brought، bring brought، يبقى bring brought. eat يأكل، ate أكله، eat ate. وآخر فعل know يعرف، الماضي knew، know knew. important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر مهمة. see you then، أراك لاحقا. see you then، لما تيجي تكتب دعوة لحد أو حتى ممكن إيميل وعايز تقوله أراك لاحقا، أتقوله إيه؟ ها see you then، وممكن تقولها see you soon، أراك قريبا برضو. see you then، see you then. be ready to، كن على استعداد لي، واخدناها لما جينا اخدنا لعبة الكراسي الموسيقية. be ready to sit، كن مستعدا للجلوس. be ready to، كن مستعدا لي او كن على استعداد لي. it'll be fun، اللي هي it will be fun، الابوستروفي ال هي اختصار ل will. it will be fun معناها سيكون ذلك ممتعا. واحد مثلا بيعزمك على حفلة عيد ميلاده وانت بقى متحمس قوي اللي انت تروح الحفلة وعايز تقول له يا ده فعلا الحفلة دي هتبقى ممتعة جدا، هتقول له ايه؟ it will be fun، it will be fun، انها ستكون ممتعة، it will be fun. وخلي بالكم ان will بيجي وراها مصدر، عشان كده قال لك be اللي هي معناها يكون. it will be fun. I hope you can come، اتمنى ان تستطيع المجيء. تيجي تكتب دعوة لحد في الخاتمة بتاعة الدعوة دي تقول له اتمنى اللي انت تيجي، هتقول له ايه؟ I hope you can come، I hope you يعني انا اتمنى ان انت تستطيع can come المجيء. I hope you can come، I hope you can come. من فضلك تعالى إلى please come to، please come to، من فضلك تعالى إلى.
طيب بيقول لي هنا information you need to know in invitations، المعلومات دي هتحتاجها في الدعوة بتاعتك. Number one, the friend's name and address، يعني اسم وعنوان الصديق، لازم تبقى عارف اسم وعنوان صديقك اللي انت هتدعوه. Number two, the date، date معناها تاريخ. The date and time of the party، يعني التاريخ والوقت بتاع الحفلة، تاريخ وقت الحفلة. Number three, the reason for the invitation، سبب الدعوة. The reason for، سبب ايه؟ The invitation، الدعوة. Number four, what to bring، ماذا تجلب. What to wear، ماذا ترتدي. How to reply to the invitation، ازاي ترد على الدعوة. Reply معناها يرد. How to reply to the invitation، ازاي ترد على الدعوة. طيب ده يا ولاد نموذج عندي لدعوة. الدعوة دي مبعوثة لواحد اسمه أحمد، عشان كده بدأت الدعوة بي. Dear أحمد، عزيزي أحمد، I'm having a birthday party next Thursday، يعني أنا هقيم بارتي، حفلة، next Thursday، الخميس القادم، at my house، في منزلي. هو هنا قال له نوع الحفلة، حفلة عيد ميلاد، ووضح له المكان اللي هتبقى فيه الحفلة، at my house، في بيتي. Can you come؟ هل تستطيع المجيء؟ Can you come؟ هل تستطيع المجيء؟ I am inviting the whole class، أنا أدعو الفصل كله، the whole class، so، لذلك، all our friends، كل أصحابنا، will be there، هيكونوا هناك، will be، سوف يكونوا there، هناك، في الحفلة يعني. I want to play، أنا أريد أن play، ألعب، some party games، بعض ألعاب الحفلات، الألعاب الجماعية اللي خدناها قبل كده. So لذلك bring some music، احضر بعض الموسيقى، so we can play musical chairs، عشان نقدر نلعب لعبة الايه، الكراسي الموسيقية. When ده يا ولاد التاريخ بتاع البارتي او الحفلة، Thursday يوم الخميس، August 12، يعني الثاني عشر من شهر اغسطس. What time الوقت بتاعها ايه؟ 3 PM to 5 PM، من 3 لـ5 مساء. PM معناها مساء. Where اين؟ 12 داني رود، 12 شارع داني. My house next to the library، يعني المنزل بتاعي هتلاقيه جنب المكتبة. What to wear، ماذا ارتدي. Something blue، حاجة زرقة. ال PSVR يا ولاد هي كلمة فرنسية اللي هي اسمها répond s'il vous plaît. العبارة دي عبارة باللغة الفرنسية معناها برجاء الرد، فده الاختصار بتاعها. وفي الآخر خالص كتب ايه؟ I hope you can come، انا اتمنى اللي انت تيجي، انا اتمنى ان انت تتمكن من الحضور او تقدر اللي انت تيجي. I hope you can come، I hope you can come. بكده نكون خلصنا نموذج الدعوة. آخر حاجة يا ولاد عندنا في الوحدة دي، أتمنى إن هي كانت وحدة لطيفة وسهلة بالنسبة لكم. حل كتاب المعاصر يا ولاد نزل عندي على البيج. ياريت لو عجبنا الفيديو ما ننساش ندوس على اللايك الجميلة اللي تحت الفيديو. أشوفك على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم.